مشروعنا اليوم مميز بيحكي عن الكروشيه، فن قديم يا رشا بيحمل كثير من الجمال والذوق. اكيد هادي اليوم عم نحكي عن مشروع بيتعلق بالفقره الاولى اللي كنا عم نحكي فيها مع الاستاذه صفاء عن مفهوم الاقتصاد المنزلي. اليوم مشروعنا هو واحد من هدول المفاهيم ضمن اختصاص الاقتصاد المنزلي اللي شفنا ولادي لهم كثير كبيره بخلال السنوات الماضيه. اليوم الظروف اللي عم تخلي السيدات يخلقوا هدول المشاريع، حتى الشباب اليوم عم نشوفهم بهدول المجالات. رح نحكي اليوم مع ضيفتنا عن هذا المشروع، عن بداياته واهم الصعوبات، واليوم كيف يتم التسويق له، واكيد قد ايه تاثيره ايجابي بالنسبه للمردود المالي. واكيد بدنا نرحب بضيفتنا لليوم وهي السيده خلود محفوظ. يسعد صباحك استاذه خلود، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. صباحنا. خلينا بدايه نحكي، امتى بلشتي بمشروعك، بمشروع فن الكروشيه؟ هلا بدايه من الصغر تعلمته كهوايه. مع الايامات تطورت لحتى من 5 سنين اعتمدته مشروع كروشيه. مين اللي كان قبلك عم يشتغل بالبيت؟ ما عندي حدا بيشتغل بالبيت. كونك من الصغر يعني اكيد كنت كروشيه تعلمته من القرايبين. من اخري باعي تعلمته معي صرت طوره، شوف القطعه صرت اشتغل مثلها. طيب يعني خلينا نروح لك هالأرنوب. حلوين كثير. حبيتي؟ تماما. اليوم هدول القطع كثير ميزين وبياخذوا منك جهد ووقت وتعب. أكيد. يعني يمكن خلينا نحكي عنه بشكل عام، شو الادوات اللي بتستخدميها ضمن هي المهنه؟ هلا الادوات اللي بستعملها، كل قطعه لها ادوات. هلا عندك هون عندنا خيط الصوف عم نستعمله، عندنا خيط القطن، عندنا خيط الكليم، عندنا خيط السلسله، كل قطعه لها خيط مميز. تمام. بستخدمه. قبل ما نستعرض اكثر الشغل اللي شغلتيه اليوم بالكروشيه، عم نشوف قطع عديده ومتنوعه اليوم، خبرينا شو اللي خلاك اليوم تتجهي لصناعه الكروشيه؟ لاني بحبها هي الهوايه من الصغر، ومعي طورتها، بعشقها لليوم. كيف طورتيها؟ خبرينا. شوف اللي مثلا اشوف قطعه كيف مشغوله ارجع البيت طبقها، اشوف رسمه عجبتني ارجع اطلعها. حلو. هلا بوجود الانترنت ساعدك كثير، صار يساعد بالموديلات كثير، بالنقشات صار في تطوير اكثر لفن الكروشيه. واليوم هيك اذا بدنا نستعرض بعد هيك القطع ونحكي عن المراحل، نحن اليوم سالناك عن الادوات المستخدمه ضمن القطع، في مراحل للعمل في وقت زمني. هي كنزه، انا هذا اللون بعشقه، حلو. كل الصبايا بتحب هذا اللون، هاي جات تديري مانك من عشاق هذا اللون. اكيد، ويمكن بتلاقي ما في بيت الا في اليوم قطعه كروشيه بتلاحظي نفس طيب اليوم خلينا نحكي عن مراحل العمل. اليوم هاي القطعه كنزه نحن عم نشوفها، بتبلشي فيها ان كان بالوقت ان كان بشو بتشتغل، يعني المراحل. هلا مراحل مثل هاي الكنزه انا بطلع على موديلها، باسس موديل اول شيء، بقيم خيط، نوعيه الخيط اللي بدي اشتغل فيها. شو نوع خيط هاي؟ مثل هاي كنزه صيفيه، نوع الخيط قطن. صيفيه هاي؟ ايه صيفيه. نوع الخيط قطن صيفي. بحطها بقعد بطلع، باخذ القياسات، باسس القياسات تبعتها، باسس موديلها وبشتغل فيها. سنارات ما سنارات؟ في قياسات للسنارات؟ في كل خيط له قياس النارة. هاي شو قياس النارة؟ هاي قياس النارتها 2.5 3. خيط رفيع لانه بتاكل وقت بالشغل، بتاكل اسبوع لعشرة ايام بالشغل. طيب وكمان هون عم نلاحظ في عندك شغل كمان بالبرتقالي، خبرينا عنهم اكثر، عن طريقه صنعهم اليوم، قد بياخذوا معك وقت؟ قلتي لنا هدول ممكن ياخذوا معك اسبوع اسبوعين، هدول قد ممكن ياخذوا وقت؟ هدول 2 أو 3 ساعات. هدول قطع صغيره برتقالات، بجيب الخيط بشتغلهم، وفي حشو بحشيه فيها وبحط لهم برتقاله. تمام. اليوم القطع اللي بتشتغليها قابله للاصلاح اذا صار اي مشكله، يعني ان كان القطع الكبيره او القطع الصغيره؟ يعني هلا كل قطعه بتختلف عن قطعه ثانيه. هلا القطعه الصغيره مو مثل القطعه الكبيره، الخيط النحيف مو مثل الخيط التخين، كل قطعه لها. اينو اسهل لك بالعمل؟ الخيط التخين اهون، ما بياخذ وقت اقل، يمكن بياخذ وقت اقل وسنارته بتكون غير قياس، بيبني اكثر بالشغل. طيب هي الحرفة أو المهنة هي صعبة اليوم السيدة أو الصبية تتعلمها أم لا؟ خبرينا شو في هيك أنت عندك صعوبات بتواجهيها اليوم ضمن فن الكروشيه؟ هلا لا بس بنصح كل سيدة تتعلم هالمهنة لأنه مهنة كثير حلوة. هي مهنة الكروشيه مهنة كثير حلوة، لا يمكن لأي آلة تنفيذها.
بتحسي بكل لفة خيط بكل عقدة بتحسي ما فيها ولا صعوبات ولا أي شيء شغف وحب بحبك للقطعة بدها صبر تشتغليها بحب وإتقان الصعوبات اللي بلاقيها بس بالأدوات بالأدوات بس بالخيطان ما أنا متوفرين أحيانا ما تلاقيها مو متوفرين طيب خلينا نروح لموضوع التسويق واليوم هدول القطع يعني بعد هذا الإنجاز الجميل والوقت اللي عم ياخده من جهدك ومن وقتك ومن صحتك حتى يعني تسويقيا اليوم كيف عم بتديري الأمور هل عندك صفحة هل عندك أشخاص معينين بيوصوكي على القطع أو بتعرضي منتجاتك هلأ عندي صفحة على الفيس اسمها صفحتي رونق للكروشيه بعرض شغلي عليها السوشيال ميديا كثير عندها تطورات وعطى مراحل وعطى كيف بدي اقول لك يعني سهل كثير للتسويق اليوم يمكن اي حدا عنده مشروع بيكون عنده هيك لبعدين بالمستقبل انه انا خلص بدي كبر شغلي بدي كبر مشروعي اليوم في عندك هذا الامل او هذا الطموح انه يكون عندك ورشه خاصه فيك تستعرض فيها القطع اللي انت انجزتيها وبنفس الوقت يمكن من خلالها تقدري تعلمي شباب وصبايا بهي الفن أنا طموحي يكون عندي ورشة كروشيه كبيرة طورها أكثر من هي يكون عندي صبايا وبنات علمهم المهنة لأن المهنة كتير حلوة وبتمنى مشروعي يكبر لبرا ما جربتي أبداً اليوم يعني ما عندك تجربة بالتعليم الصبايا أو الشباب بهي المهنة؟ عندي تعليم بنات بعلم بنات طيب اليوم هدول المنتجات يعني بحاجة أيضا خلينا نقول غير السوشيال ميديا اليوم العين إذا شافت هاي القطعة ممكن تحبها أكثر يعني وهذا الشيء صار متاح لحضرتك ولا كثير من السيدات من خلال البازارات والمعارض كان لك تجارب بمعرض ببازار عرضتي منتجاتك؟ تجارب بالمعارض البازارات لسه ما عرضت منتجاتي أكثر منتجاتي منزلها على الفيس على صفحتي وبتشوف العالم يعني احنا بنعرف انه فن الكروشيه هو فن كثير قديم ولكن اليوم لسه عم يتطور وفي كثير من الجديد عليه خبرينا اكثر اليوم كيف عم تقدري تتماشي اليوم مع الموضه كيف عم تقدري تجيبي افكار جديده ضمن شغلك قلت لك قبل شوي الانترنت ما خلى شيء عندك موقع البنترست هذا موقع كثير مجالاته كبيره كثير فيه افكار حلوه وموديلات الوان موضة عادي كتير بيساعدني هاد باختيار الموديلات الألوان الأفكار طيب ست خلود اليوم يعني كمان هو سلاح ذو حدين اليوم وقت اللي انت بدك تشوفي الفكرة وتطبقيها ما بتخافي من موضوع التكرار أو اليوم انت إلك بصمة خاصة بكل قطعة ممكن يعني تكون خاصة فيكي يعني كل قطعة إلى بصمة خاصة صحيح يعني اشتغلي قطعة بتحبيها تشغلي قطعه ثانيه ما بتطلع قطعه مثل القطعه لانه الشغل اليدوي مو مثل شغل المكنه كونه عم نقول انه عم ناخذ الافكار من الانترنت ف يعني احنا بنقولها بالعاميه انه هي القطعه مطروشه كثير بالسوق فكرمال هيك كثير من السيدات اللي عندهم هدول المشاريع بيكون لهم بصمه خاصه نحن بنعرف انه يعني فرضا الست خلود هي اللي عامله هي القطعه يعني أكيد. في شيء بيميزها أكيد. ايضا هي بنشوف لون الابيض شوي قاصص على الكاميرا قد ايه نحكي عن هي القطعه عن مراحل عملها هاي مراحل عملها خيطة قطن خيطة رفيع جدا صيفي عم يحكي صيفي صيفي هلا كل الادوات اللي عندك هون صيفيه بيجي جبت الخيط ونقيته من النت وصممته انا وفي موديلات معدل عليها مو نفسها يعني كمان هون عم نشوف في عندك شغل على الجز الدين كمان عم بيكونوا درجين كثير بهي الفتره خبرينا كمان يمكن اول قطعه الواحد بيشتغلها بيكون عنده خصوصيه في ذكرى خاصه لها خبرينا شو اول قطعه اشتغلتيها وكيف كانت يمكن ردود افعال الناس على شغلك اول قطعه اشتغلتها القطعه هاي هي تمام قد ايه عمرها اول قطعه اشتغلتها عمرها سنه هاي القطعه اول ما بلشت بشغل الشنات هي القطعه لاني كنت اشتغل اول شيء شالات بالشتوية شالات والكنزات والإحرامات البيبي هدول آخذين كانوا أكثر شيء معي بعدين اتجهت لشغل الشناتي أول قطعة اشتغلتها كثير بحبها هاي القطعة حلو ودخلت عليها الإيدين الجلد والإكسسوارات حلو طيب اليوم شو الناس تطلب منك أكثر شيء ست خلود يعني نحن بنعرف إنه هاي الصناعة يعني كل بيت بنلاقي قطعة في بتلاقي قطعة يعني موجودة شو أكثر شيء مطلوب منك يعني هلا اكثر شيء مطلوب كل موسم له هلا موسم الصيفي عندك شناتي عندك البوكسات الكليم الكنزات في عندك الاكسسوارات مانك جايبه شيء اكسسوار اليوم لا والله ما جبتهم اليوم
حلو الاكسسوار يكون من هي التفاصيل او هيك يعني بجوز بتطبق الكنزه مع قطعه الحلقه اكيد أو عندك الديكورات عندك مثلا ورده باقه ورد على مزهريه علبه المحارم كديكور عندك ديكور مرجوحه هذول كلهم ديكورات كمان بيستخدموهم بالبيت وحطوهم كديكورات للمنازل. قد ايه مهم اليوم السيده تكون ملمه بهيدا الفن فن الكروشيه كرمال يمكن تزيين البيت بهي القطع الجميله خبرينا اكثر. قلت لك انا كل قطعه لها فن. كل قطعه بتختار موديل، كل زبونه بتختار موديل على حسب ديكور البيت على حسب ذوقها على حسب الالوان كل وحده لها عندها ذوق وعندها لمسة غير. احيانا ست خلود الصبيه بتكون يعني خلينا نقول العروس اللي عم تجهز لبيتها لكذا ممكن اليوم تستعين فيكي كرمال ديكور بغرفه النوم كرمال انك تعملي لها قطعه على التخت يعني هي تجربه شفناها كثير يعني مع سيدات. هلا مشان غرفه النوم كعروس بتستخدمي مفارش احيانا بشتغل مفارش للتخت للعروس بس مو سميكة يعني لا مفارش رقيقة وبتتنجد المفارش بتصير ما أحلاها مفارش تخت بتشتغل كمرجوحة ديكورات شفناهم مرجيح علبة محارم هذا كلهم بحطهم بغرفة النوم سلة للمهملات بصير طعم علبة المحارم وسلة للمهملات كمان بصير طعم مع بعضه وغرفة الأطفال غرفة الأطفال عندك الألعاب عندك لغرفة الأطفال الأتاك السلات أهم شيء السلة تبعك اللي بنقول عنها نحن بنضب فيها الألعاب الصغيرة هي السلات الكبيرة إيه حلوة الألعاب الصغيرة للأطفال طيب بما أنه عم نحكي عن الطلبات وشو بيطلبوا منك اليوم الناس ممكن يطلبوا منك قطعة معينة لون معين شكل معين ولكن أنت تقترحي شيء ثاني أنه خلص أنا ممكن أعطيكي ذوقي ممكن هي ببالها شيء صبية بس ما يكون ضابط أنت ممكن تقترحي اليوم أفكارك هل الصبية بتقترح على الموديل بتبعت لي الموديل بتنقلي الألوان طبع لي هون أنا بشتغلهم على الواقع أحياناً الصورة ما بتختلف عن الواقع لقيتها حلوة مناسبة كملت لقيتها مو مناسبه بقعد الا للزبونه بعطيها رايي انه هيك افضل هيك احلى طيب اليوم هذا كل واحد له نظره بالشغل كل واحد له ذوق اكيد اليوم انت بالنهايه فنانه لك نظره خاصه ممكن تضيفي تفصيل جدا صغير للعمل يعني تغيري او تجملي منه اكثر ست خلود دائما يعني اليوم السيده وقت اللي بدها تبلش مشروعها ممكن تتخوف من كذا قصه يعني قبل ما نروح لهيك نعطيهم شويه نصائح اليوم ماديا يعني اليوم هل عم يناسب اليوم التسويق المادي او المردود المادي بهذا المشروع تعبك وجهدك وسعر المواد الأولية؟ والله أنا جيتي كله غالي المواد الأولية مرتفعة يعني الشيء بتكلف في القطع وشيء بعدل شيء الحمد لله نصائح أخيرة من حضرتك اليوم لكل صبية أو سيدة حابة تدخل اليوم بفن الكروشيه ويكون عندها شغل خاص بها شو هي النصائح؟ نصيحة لإلي تتعلم مهنة كل صبية تتعلم مهنة تطورها تساويها مشروع صغير لحالها وتكتسب مردود مادي من وراهم واليوم تتغلب على هي الصعوبات كرمال تقدر تخلق هذا المشروع اللي هو مثل ما قلنا ببداية الفقرة بمفهوم الاقتصاد المنزلي واليوم هذه الحاجة ضرورية شكرا لك ولحضورك بتمنى لك النجاح بهذا المشروع الجميل وهيك استضافات أخرى أكيد تسلمي لي يا رب شكرا لك ست خلود وكل التوفيق والنجاح لك بمشروعك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم